يلا اخذ حبتين بسكوت اكسرهم اوزعهم بالصحون. في البدايه اضيف 6 أكواب حليب سايل طازج، واضيف 1/4 كوب سكر وربع كوب نشا، واضيف ماء ورد. عاد موية الورد هذه اذا تبغونها اختياري، تبغونها ضيفوها. بعدين احرك المهلبيه على البارد، بعدين افتح اولع النار. الحين بدا يغلي الجلي، يعني بدا يحتمي، اقصد المهلبيه. بعدين اضيف الجلي، طرف واحد جلي بس، اي نكهه تبغونها. خلاص نحرك، نستمر التحريك. خلاص كذا يكون قوام المهلبيه بالجلي. متى اضيف الجلي؟ اذا طبخ وقت المهلبيه وبدا قوامها يغلظ، عطل اكفل النار واضيف الجلي واحرك. ما اضيفها وهي تطبخ معها. شوف كذا كل لونها يجنن، حتى اي نكهه تحطون الجلي. خلاص كذا نقدمها بصحون تقديم. تكون الطبقه الثانيه على البسكوت وصل الى نص الصحن كذا، خلاص لان في باقي طبقه ثانيه. نحرك الجلي لما يذوب، طبعا اضفت المويه الحاره والجلي، واحركهم لما يذوب بدون نار. بعدين اضيف المويه البارده. هنا المويه البارده، يجنن. شوفوا كيف طبقة البسكوت والمهلبية مو بيضاء، بس يمكن طالعة بالتصوير كذا بيضاء. المهلبية أخذ لون الجلي، يعني خلطت الجلي مع المهلبية.